ليجند مع مسؤول. حضرتك كنت المسؤول عن النادي الاهلي، الاسطوره كان الكابتن محمود الخطيب، بسبب المرض ما سافرش. بالتاكيد انت نفسك كنت مفتقد شيء مهم معاك في الرحله، والتاكيد كتير من اللي موجودين كانوا بيسالوا تساؤل عن الكابتن محمود الخطيب. بص، الموضوع ده يعني بالحقيقه لما الكابتن كلمني وقال لي انا تعبان، قلت له يا كابتن لسه بدري، احنا تعرف الكابتن قعد حوالي يمكن 10 12 يوم. ان احنا كان المفروض في لقاء هنا كمان لا هو اول ما جالي الايميل، جالي انا ايميل وجالي الكابتن خطيب ايميل، الايميل بتاعي ان هو رئيس النادي وليجند يبقى موجود. فقلت له يا كابتن يعني خليني، هو انا دايما بحب اسافر مع كابتن خطيب، فقلت له خلاص خليك انت الليجند وانا اللي بمثلك كويس، احنا مع بعض. حلو. لان هو كان بعتولي انا يعني بعتولي دعوه رسمي، فقال لي طب نشوف ومش عارف ايه وبتاع. المهم قال لي بالسفريه طويله وكده، قلت له يا كابتن ده حدث مش هيحصل تاني، حلو، وده حاجه اول نسخه من كاس العالم للانديه، وجودك انت اضافه لينا كلنا طبعا، فلازم تبقى موجود. قال لي طيب خلاص ماشي، واتفقنا خلاص ان احنا هنسافر، وعملت الحجز وعلى كل حاجه. حلو. اتفقنا حتى نسافر على القطريه، وهو بعد طبعا سفريه يعني طويله. هحكي لك انا حصل فيها ايه. وقلت له يا كابتن عشان تبقى كويس، بدل ما ترجع على مصر وترجع تاني يوم 10، لا انا هجيب البعثه لحضرتك يوم 10، وانت هنرجع يوم 6 تبقى في الدوحه، تريح في الدوحه لغايه ما احنا نجيلك. حلو. فقال لي خلاص كده تمام، لان طبعا سفريه جامده طبعا. طويله يعني. وبالتالي مشينا على هذا الاساس لغايه بقى ما هو تعب. فانا كنت في السفريه يوم الاثنين بالليل، الاثنين فجر الثلاث يعني الساعه 1 كانت طيارتي. نعم. وقال لي انا كلمني هو يوم الاحد، قال لي خالد مش هقدر اسافر لان الدكاتره يعني كان مش قالوا لي ما ينفعش، والتكييف بتاع الطياره وهو صدره الحقيقه لغايه النهارده يعني حتى في المجلس امبارح لا صدره تعبان. فقال لي مش هينفع اسافر. والله قلت برضو ايه انا زعلان. وقال لي كابتن وعلى امل لاخر وقال لي لحظه. كابتن مصطفى عبده يسافر معايا. كويس. فكلمت على مصطفى مجري وقلت له كابتن كذا انت معاك فيزا امريكي؟ قال لي لا، ما وانا متاكد مش هتعرف تجيبها لي. كلمت برضو، حاولت باقصى صعب. ما اعرف. صعب. فقالوا لي لو مين مش هيعرف يجيب الفيزا، وبالتالي بقيت انا لوحدي. فاكر يوم الاثنين هو الكابتن قال لي يوم الاحد ابعت الايميل قول ان انا مش موجود. ما رضيتش ابعت الايميل. ما رضيتش تبعت. قلت كلمته بقى يوم الاثنين الساعه 12 الظهر، قلت له يا كابتن مش مطوعني ايدي ان انا ابعت ايميل عشان انت ما تبقاش موجود معايا، يعني انا نفسي انك انت تبقى موجود. كويس. قال لي خد مش قادر. وبالتالي رحت ايه بعت الايميل. انا اول ما نزلت هم كاول ما يعني انا اما دخلت الاوتيل كلهم جم سالوني على الكابتن، يعني رئيس سكرتير عام، لان راح الايميل واتغيرت واتلغى الحجز بتاع الاوتيل بتاعه واتلغى الحجز بتاع الطياره وكل حاجه، كلهم جم سالوني عليه. قلت لهم والله جاله يعني تعبان ونزلت برد جامده، وهو اصلا من ايام ما كان بيلعب لو تفتكر هو كان عنده حساسيه في صدره، ودي يعني تعبته يعني، وعشان يطلع بالتكييف الطياره. خلي بالك بقى عشان احكي لك السفريه يعني الحقيقه، حتى النهارده مصطفى عبده كان بيكلمني قلت له بص ما تقدرش، سفريه طويله كانت هتتعبك جدا. انا مشيت الساعه 1 وتلت الطياره بالظبط قامت من مصر. انا ما بعرفش انام في الطياره، واحدة وتلت يوم الثلاث ما اعرفش، مع ان الطياره القطريه ده انت في سويت يعني مش واحدة وتلت، وصلت 5:30 بتوقيت قطر في قطر. استنيت، كانت طيارتي 8 إلى 5، قعدت طبعا مفيش نوم، 8 إلى 5، 16 ساعة ونص عشان توصل ميامي. 16 ساعة ونص ما كانش في نوم بالنسبة لي. وصلت يوم الثلاث بالليل الساعة 6، الساعة 6 يعني الساعة في مصر الساعة 7، فرق 7 ساعات يعني الساعة 1 في مصر. طبعا وصلت انا ما كنتش نايم كويس، مش عارف ما بعرفش انام. فوصلت هلكان، قابلت الجماعه زي ما قلت لك، وقعدت معاهم ارسن فينجر وقابلت بوتراجينيو حبيبي، حتى جاء لي صوره معاك، حتى قال لي قال لي ده محمد سراج الدين موجود عندنا في كان فعلا محمد في ريال مدريد. وقابلت بوتراجينيو وبتاع، وقعدت معاهم شويه وانا بقى عارف اللي عينيك دخلت في بعض خلاص مش شايف مش شايف. رحت اول ده اليوم الوحيد اللي نمته كان يوم الثلاث بالليل.
نمت كانت حوالي يمكن الساعه 8:30 بالليل بتوقيت امريكا، وصحيت الساعه كام يا كابتن بقى؟ 12:30. حلو. يعني الساعه 7:30 في مصر. ايوه 12:30 بالليل. 12:30 ميد نايت. يا نهار ابيض. والله. فضلت بقى قاعد لغايه الفجر. الفجر كانت 5:05. فرق السبع ساعات ده لا انا ممكن. قاعد مش نايم. ما خلاص ما هو مشكله. وبعدين انا ايه؟ مش عارف تعمل ايه؟ بعدين مش عارف اعمل ايه. وبعدين قلت ايه؟ لو خدت دواء منوم ونمت وخدت الـ 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 التوقيت بتاع امريكا هرجع مصر هبقى محتاج ان انا اقعد. فقلت وانا اصلا مسافر قطر وعندي شغل وكان عندنا مجلس اداره وبتاع، فبالتالي ما عرفتش انام. الساعه 5 رحت نازل الجيم. رحت الجيم. لا والله. والله جدع والله، برافو عليك. رحت الجيم. نعم. صحيت فطرت، وعندي بقى كان يوميها العشاء بتاع بالليل ده. طبعا قابلت كل الناس نعم. صورتك مع بوتراجينيو. ديجو. نعم. بوتراجينيو وهو حبيبي. نعم. وكان على طول معايا يعني بتاع بوتراجينيو ده علاقتي بيه. اسبانيا وريال مدريد. واللي نعم. عمل واللي نعم. وتحس والله كان يقول لي دايما. نعم. ايه كومبانيرو، يعني مرافق بتاعي. أيوه. او صاحبي. نعم. على طول. نعم. فكنا دايما معاه، وكان هو معانا نائب رئيس النادي ومعاه اتنين من السكرتاريه بتاعهم. نعم. بتوع ريال مدريد. وكان حتى زعل لان يوميها اتغلبوا، كان في عندهم ماتش واتغلبوا، خسروا 2-1 2 او مش فاكر بالظبط. فكان أيوه. بيقول لي احنا اتغلبنا وكده. نعم. فتاني يوم كان عندنا العشاء، كان العشاء الاوفيشال دينر يعني. كان بره الاوتيل. وكان بقى ساعتها معايا راجل هشام الامين اللي هو رئيس نادي الوداد الجديد. راجل محترم جدا، هو نعم. نائب في الـ في الـ وكان معايا حسين الخارجي وخارجه، وكان معايا نور الدين نابت. وكان عشاء كان طبعا انفانتينو وناصر الخليفي، كان كل الناس كل الكبار ورؤساء. نعم. الانديه واتلتيكو مدريد كله كله كله. ويوميها حتى يوميها بالليل روحت. كانت الساعه مثلا 9:30 بالليل او 10. ما نمتش ولا ثانيه بقى. يعني رحله مرهقه. لا لا اكتر من مرهقه. نعم. فالحقيقه كانت رحله صعبه، لكن هو اللي بيضايق. لكن لا كنت بكلم بقى الكابتن. انا مفتقد الكابتن يعني. نفسي تبقى موجود يعني. على قد ما انا كنت بعد ما رجعت قلت لا كانت هتبقى شاقه جدا على كابتن محمود، خاصه ان هو كان تعبان. لكن على قد ما انا كنت مفتقد، لان هو بيديني انا قيمه كمان. طبعًا. يعني الكابتن محمود. انا نور الدين نيبت اول ما شافني وبيسالني على الكابتن، فبقول له ده تعبان وبتاع، قال لي انت عارف يا خالد ان الكابتن محمود الخطيب ده كان القدوه بتاعتي. ياه. والله العظيم نور الدين. نعم. نيبت انت عارف ده جميل. اسطوره. ده اتكسر الدنيا في اسبانيا ده بالظبط. كسر عالم مغرب وعمل حاجات. الحقيقه يعني. نعم. كنت مفتقده جدا، وكان نفسي يبقى موجود بقى يعني. خلي بالك انا السفريات مع كابتن محمود ليها طبع خاص معايا. مسافر معاه بكره ان شاء الله وتستمتع. لكن خليني اسالك، هل حصل لقاء مثلا بينك وبين انفنتينو اتكلمتوا؟ قول لي الحاجات الجانبيه اللي الناس ما شافتهاش. بص انفنتينو بيعز النادي الاهلي جدا يعني. دايما يقول لك خالد انتوا يور اولويز ذير، انتوا دايما في كل حاجه، انتوا في كل حدث، انتوا يعني قيمه كبيره جدا. ويمكن هو كمان من ضمن الحاجات اللي قالها لي، بس انا مش عايز يعني. كابتن خطيب قال لي احنا عايزين ناديه. حلو. في انت عارف ان هيبقى في حاجه اسمها تروفي تور، اللي هو التروفي ده اللي هي الجوله بتاعت الكاس. نعم. قلت له احنا كابتن خطيب بيقول لك كذا انت تيجي. قال لي انا حاجه فعلا باللفظ كده. طبعا كان حتى جميل. بعد البتاع قال لي انا هتدعيني حاجه. وكلهم عايزين يجوا مصر. خلي بالك مصر برضو. طبعا طبعا مصر يعني. عمنا في ايه يعني مصر والنادي الاهلي. طبعًا. فدي حاجه طبعًا. كبيره فان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه. اذا هو وافق على الدعوه. هو وافق. قاله الكابتن الخطيب وافق في الجوله بتاعت الكاس العالم للانديه. مش عايز اقول بقى لسه طبعا احنا بنشوف. لكن مبدئيا ادى موافق. لكن ادى موافق. ودايما بقى بيتكلم معايا في هتلعبوا ريال مدريد، عايزين تشوف الاستاد لوسيل ده على 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 اخره. وجودكم ده حاجه مهمه. انت هتبقى بيقول لي ايه، انتوا هتلعبوا اكنكم في ملعبكم. نعم. في القطر كان بيكلم مني على انتركونتيننتال. نعم. كاب. فهو جاي انتركونتيننتال كاب في قطر. وزي ما قلت لك يعني وجود النادي الاهلي بيبقى طيب حاجه. بمناسبه الاهلي.